رسومي الخلايق يا خلق هذا العذيب. انواسي بيت المصطفى من قاسم العز والوفاء، انواسي بيت المصطفى من قاسم العز والوفاء بالكاظمية. للصادق اليوم العذاب الكاظمية بالكاظمية، للصادق اليوم العذاب الكاظمية بالكاظمية، للصادق اليوم العذاب الكاظمية. صوتك شو بالكاظمية؟ ايه ونواسي بيت المصطفى من قاسم العز والوفاء، ونواسي بيت المصطفى من قاسم العز بالكاظمية بالكاظمية بالكاظمية، للصادق للصادق اليوم العذاب الكاظم إيه بالكاظم، للصادق للصادق اليوم العزاء. أريد الكل يحكي إيه بالكاظم. إيه ونواسي بيت المصطفى منين؟ من قاسم العز والو. إيه ونواسي بيت المصطفى بالكاظمية بالكاظمية يا منار الدنيا كلها ومدرسة كل المذاهب، انت للأمة معلم وليبغضونك نواصب، ملهم الأجيال تبقى ونعجز نعد المناقب، فكرك وعلمك معجزة والبعض ينكر منجزة، يلهف يدور جائزة من ابن تيمية الغاصب، تاج وفخر اسمك يظل للجعفرية إيه، تاج وفخر اسمك يظل للجعفرية إيه، باسمك تشرف مذهبي ونبايعك يا ابن النبي، باسمك تشرف مذهبي ونبايعك ونبايعك وين وين بالكاظمية بالكاظمية، للصادق اليوم العزاء، للصادق اليوم العزاء بالكاظمية بالكاظمية، للصادق للصادق اليوم العزاء بالكاظمية. انواسي بيت المصطفى، انواسي بيت المصطفى منين منين؟ من قاسم العز والو. ايه ونواسي بيت بالكاظمية بالكاظمية يا أبو صالح يا أبو صالح، على العادة بلاعة وبحسرة لفينا، مثل جابر من تعنى اليوم مولا يعتنينا، مو شعارات وسوالف احنا من فاضل الطينة، احنا دولتنا الخدامة يا نباض قلب الإمامة،
ومجلس الزهرة كرامة وعن عقيدة اليوم جينا إلى خادم الحسين والعترة عقيد المطراوي القاسمي ما نخلف وياكم وعد حد المنية حد المنية ما نخلف وياكم وعد حد المنية عفي أهل القاسم حد مجروحة تبقى الرافضة عالصادق ابن المرتضى مجروحة تبقى الرافضة عالصادق عالصادق بالكاظمية بالكاظمية للصادق اليوم العزاء للصادق اليوم العزاء بالكاظمية بالكاظمية للصادق للصادق اليوم العزاء عفي عفي ايه بالكاظم نواسي بيت المصطفى ونواسي بيت المصطفى من قاسم من قاسم العز بالكاظمية بالكاظمية لابو السجاد انت مينة لابو السجاد انت مينة وما نعيش بلا شعائر والشعائر هاي ثورة وانشد عليها السواتير آية العطشان تبقى ومدرسة عز المنابر ما ندور بيها سمعة وبد ما تنشف الدمعة والبشر كل من وطبعه وبالعقيدة ما نتاجر ما ننتمي الكتلة وحزب بس للزكية بس للزكية إيه ما ننتمي الكتلة وحزب بس للزكية إيه بس للزكية إيه ومجلسنا هذا الفاطمة وللمرتضى حامل حمى مجلسنا هذا الفاطمة إيه للمرتضى بالكاظمية بالكاظمية للصادق اليوم للصادق اليوم العزاء بالكاظمية إيه بالكاظمية الصادق للصادق اليوم العزاء إيه بالكاظمية نواسي بيت المصطفى ونواسي بيت وين مشو أهل القاسم من قاسم العز عفي عفي ونواسي بيت المصطفى بالكاظمية للبعاض عدنا رسالة احسين خط احمر عزانة وللحان البيها خفة والكلام البي بذاء للبعض عدنا رسالة احسين خط احمر عزانة وللحان البيها خفة والكلام البي بذاء يشترك ويا لمية بيوم سلبولة رداء حسين قدم كل شي عنده او دم اسس دين جده وليقولاني اوده ما يشذ عن انتماء وهذا الأمر كلش خطر ما بيتقي ما بيتقي وهذا الأمر كلش خطر ما بيتقي
ما بي إيه والغاية جدا واضحة للبعض صارت مصلحة والغاية جدا واضحة للبعض صارت مصلحة إيه بالكاظمية للصادق اليوم العزاء للصادق صوتك شو إيه بالكاظمية للصادق للصادق اليوم للكاظمية بالكاظمية نواسبية ونواسبية المصطف من قاسم من قاسم حيهم حيهم أهل القاسم إيه إيه بالكاظمية عالأمانة الكاظمية نعتب ونحكي بصراحة باب للقاسم طلبنا بالصحن يا أهل السماحة عالأمانة الكاظمية نعتب ونحكي بصراحة باب للقاسم طلبنا بالصحن يا أهل السماحة وموسى بن جعفر موافق موسى بن جعفر موافق واعلن بهاي ارتياحة وراهب العترة وفخرها كلمته بالغ أثرها العصمة لو بيدي أمرها تصير للقاسم وبينها بصراحة وسورة أيدها الطلب والكاظمية والكاظمية سورة أيدها الطلب والكاظمية إيه والقاسم اسمه مفخرة والباب شنه الأخرة والقاسم اسمه مفخرة والباب شنه الأخرة وين بالكاظمية بالكاظمية للقال الصادق اليوم العزاء بالكاظمية بالكاظمية عالأمانة الكاظمية من باب المحبة والمودة باب هم أبو موسى بن جعفر ترى ماكو أعز من الإمامة ماكو أعظم من الإمامة موسى بن جعفر يقول لو كان الأمر لي لجعلته في القاسم لحب إياه أقول له موسى بن جعفر حي هسه ويجي يقول لو كان الأمر لي جعلت له باب هم مو باب مزوية كون باب واضحة ليش؟ لأن القاسم عزيز على الكاظم يقول لحب إياه ورأفتي عليه عالأمانة الكاظمية نعتب ونحكي بصراحة باب للقاسم طلبنا بالصحن يا أهل السماحة وموسى بن جعفر موافق واعلن بهاي ارتياحة وراهب العترة وفخرها كلمته بالغ أثرها العصمة لو بيدي أمرها تصير للقاسم وبينها بفصاحة وسورة أيدها الطلب والكاظمية والكاظمية سورة سورة أيدها الطلب والكاظمية إيه والقاسم اسمه مفخرة والباب شنه الآخرة والقاسم اسمه مفخرة إيه بالكاظمية ومن ضريح حسين صحنا للحكومة وناشدينا في عزاء أم البنين كانت أكو مناشدة ورئيس الوزراء جزاه الله خير جزاء الرجل ما قصر أرسل وفد إلى مدينة القاسم وقال لهم أريدكم توقفون على كل الاحتياجات والوفد أرسل له
وأمر رئيس الوزراء بجملة من الأمور ولكن لم تنفذ لحد الآن. وهاي نرجع للرسالة إلى رئيس الوزراء، ومن ضريح حسين صحنا للحكومة وناشدين، القاسم تعاني صرخنا وما كل يقدر حكينا، لا شوارع لا إنارة ولا جسور بهالمدينة، والوفد شاف التراب وهمش الريس كتابه، ولسديرتنا خرابة وشغلة الدولة رطينة، لا سلة شفنا ولا عنب بس الأذية، بس الأذية، لا سلة شفنا ولا عنب بس الأذية، بس الأذية، منكوبة كلها ديرتي وعلجنا أرفع شكوتي، منكوبة كلها ديرتي علجنا أرفع شك، وين ارفعها بالكاظمية، بالكاظمية إلى خادم الحسين والعتر عقيل القاسمي. ومن ضريح حسين صحنا للحكومة وناشدين، القاسم تعاني صرخنا وما كل يقدر حكينا، لا شوارع لا إنارة ولا جسور بهالمدينة، والوفد همه شاف التراب وهمش الريس كتابه، ولسديرتنا خراب، لسديرتنا، لا سلة شفنا ولا عنب بس الأذية، بس الأذية، إيه لا سلة شفنا ولا عنب بس الأذية، إيه بس الأذية، إيه منكوبة كلها ديرتي وعلجنا أرفع شكوتي، منكوبة كلها ديرتي وعلجنا أرفع، وين وين بالكاظمية، الصادق اليوم، للصادق اليوم العزاء، ها تعبتوا، الصادق اليوم العزاء بالكاظمية، انواس بيت المصطفى، انواس بيت إيه من قاسم ال انواسيه ونواسي بيه عفية عفية، من قاسم ال وين بالكاظمية، جزاكم الله خير الجزاء، هذا القاسم رفعت رأس، هذا الكاظمية جزاكم الله خير الجزاء، عتبة شكورين موفقين اليوم حقيقة، أدطلع أدغير ال القصيدة بعد ما نست الناس المعاناة اللي كان صدام والظالمين اللي قبل صدام، بني أمية بن العباس، نست الناس شون كانت الزور والشعائر شون كانت عليها ضغط، الناس تقريبا نست هاي القضية. اليوم أريد أذكركم قصيدة يا حسين بضمايرنا، أريد نرجع إلى هذه القصيدة حتى نتذكر المعاناة اللي كان الظالمين، وكيف أن شيعة علي بن أبي طالب وقفوا شوكة في عين الظالمين. يا حسين بضمائر انهض انهض، صحنا بك عافية، ويا حسين عافية عافية، أبو قاسم لا صحت عواطف هاي لا دعوة، شو صوتك وينك شو، لا صحت عواطف هاي لا دعوة، هذه من ضمايرنا
صيحنا بك بتكوين البشر يا حسين متساوي النوعية جسمه ومحتوى واضح أو معروف بتساوي الشيء اللي بيخفي ومجهول نزعته النفسية هي بدورها تكشف أو تظهر لك مخافية تكشف من اتجاهاته وشاريه لا حسنية وإحنا بشخصك آمنا من عرفناها قدسية شخصيتك لمسنا وصف ومن وجدت بشخصية اللي مسنا بك أبو الأحرار عرفنا الموت حرية اللي مسنا التضحية بشخصك أو عرفنا الشرف تضحية اللي مسنا بك بيومتلين أو عرفنا الذل عبودية اللي مسنا على الكرام قضيت أو عرفنا نريدها هي اللي مسنا بذلت دم وحيت أو عرفنا الدنيا وقتية اللي مسنا بقسوة أعدائك أو عرفنا إحنا الفدائية أو عرفنا نظل بدين يزيد من ندل قساوة إيد عرفنا نظل بدين يزيد أو من ندل صوتك عرفنا ولما عرفنا صيحنا بك يا حسين يا حسين عفية عفية صحنا صيحنا بك يا حسين يا حسين وين مهل القاسم وينك صيحنا بك إيه لا صحت عواطفها لا دعوة عفية عفية صوتك إيه لا صحت عواطفها لا دعوة هذه من ضمائرنا هذه من ضمائر صحنا صحنا عن سابق علم يا حسين أو عن تركيز بالفكرة حبيناك واتبعناك أو نتوقع غصص مرة أريدك تركز ويا الكلمات اسمعها عدل خاف واحد ما سامحها عن سابق علم يا حسين أو عن تركيز بالفكرة حبيناك واتبعناك أو نتوقع غصص مرة نتوقع أمر محذور أو ساعات التمر خاطرة ما بين ليك دنة أو بين دبر الغدرة ومع إحساسنا هذا
وشفنا وننتظر آمنا وتوطنا على كل شي بعد يجرى معلوم ليش مزهر يوغز الشوش بالشجرة على ريحتكم شنو الأزهر ان يتحمل أذى جمرة تربة كربلة تشهد المندم أصبحت حمرة ويوم العاشر بعاشور وهم يشهد مع الذكرى وكل طعنة رمح تشهد وكل سيف الطبر طبرة كلها تصيح آمنا وبمحبتك يا ابو العترة احنا وكل دماء مهدور وكل طعنة رمح وانحور او احنا وكل دماء مهدور وكل طعنة وجريح وينحور بساحة الشرف كينا صحنا يا حسين يا حسين عافية أهل القاسم بعد الصوت بعد يا حسين يا حسين أو صيحنا بك آم لا صيحة عواطف لا صيحة عواطف هاي لا داء هذه من مبادئنا هاي وما أربينا على حبك دور لا ينسى ولا يخفى اي عفي 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 ابو جواد انزل القعيد وما أربينا على حبك دور لا ينسى ولا يخفى من عدوانك الجانت بين اتريت الشف علي انا افرض واحكم بلا رحمه ولا رأفة حتى من يجي نزورك على العاده المئتلفه يتحجج علي انا يريد او يمنعنا بألف حرفة قال اللي يزور حسين ولا مهما يكون ظرفة علي مية ذهب يدفع او رسم زيارته يكلفة دفعنا وكل شخص منا او يشعر بعد ما وفى شينه الذهب شينه المال او شينه الذهب شينه المال اللي يحب يتوطن الحدفة رد قال لي زور حسين من داين قطع شفة نطينا شفوفنا بالحال او ركضنا نزورك بلافة او عنك ما منعنا الخوف قطعة ومن ندينا شفوف عنا إيه من الألم ما
صحنا صحنا ب يا حسين يا حسين صحنا وبيك صحنا يا حسين يا حسين عافية وينهم الحسينين وينهم ايه صحنا بيك صحنا بيك لا صيحت عواطف لا صيحت عواطف هاي لا دعوة هذه من مبادئنا هذه صحنا صحنا بك عيشت يا ابني النبي فترة يصعب علي حددها مات النبي وانظمته جديدة عهد مولدها والناس بكفر وبدين مفطر بعقايدها ولين حكم ابن ابو سفيان بدأ للنظام يفسدها دين الدولة صح اسلام يصمح لوق ويسدها يا ديني وامير الشام لها الكلمة يرددها ما قاتلتكم للصوم ولا حج لا محمدها بهالذهنية والمفهوم الأمور إخلاف مهدها بهالرد الفيعل يا حسين بهالفوضى تشاهدها قمت واطلقتها الصرخة الماتت أول ضدها إن لم يستقيم هالدين قلتها وأثبتت عيدها ويبغيد كلمتك لن صوت ارتفع نيته يفندها أو صاحة وخارج وصحنا يا حسين انت سيدها أو صاحة وخارج يا حسين أو صحنا حسين سيدها أو صاحة وخارج وصحنا أو يا حسين انت سيدها أو صاحة وأشركيت يا حسين صحنا أنت أصول الدين صاحة وأشركيت يا حسين أصول الدين أو صاحة وبيكم كفرنا صحنا بك يا حسين يا تحجز الأقلام بالمحتار تحجز الأقلام بالمحتار تروي في ظلمه وأذكاره تروي في ظلمه لو أذكاره صادق أهل البيت والعز والوفا صادق أهل البيت وأهل المعرفة وارث المختار جد المصطفى بالشعر يصعب علينا نوصفه بالشعر يصعب علينا نوصفه وللإمام الباري هو اختاره للإمام الباري هو اي بحرمة لاطم الصادق بالعلم
بحر مثل أطيم الصادق بالعلم، أربعة آلاف تروي من الزلم، من روايات عجز حتى العلم، من روايات عجز حتى العلم، ما يلحق يروي بعض أسراره، ما يلحق يروي بعض. إيه كون ناخذ عبرة من نهج الإمام عقيل القاسمي، كون ناخذ عبرة من نهج الإمام، مو شعار رفع وتصفط كلام، مو شعار ترفع وتصفط كلام، صفيني تكلوردت باكر سلام، صفيني تكلوردت باكر لأن باكر ما إلك كل شارة، لأن باكر ما إلك هي البيت آل المصطفى ابد العمر، البيت آل المصطفى ابد العمر، ويا بن ظاهر توسل من تمر، ومن تضوق الما يسلم على القمر، من تضوق الما يسلم اي صاحب البرهان راعي الشارع، صاحب البر اي شو اي صاحب البرهان راعي الشارع، صاحب الدين مو بس دمع راي التضحية، الدين مو بس دمع راي التضحية، بالطفوف حسين قدم أضحية، مش بس نقرا الزيارة الناحية، مش بس نقرا الزيارة اي والدليل الحشد سلب التارة، والدليل الحشد اي بيوم صارت فزوة للعزو الجهاد، بيوم صارت فتوى للعزو الجهاد، واصبح الثورة وتحرر هالبلاد، سيد السستان انقذ هالعباد، سيد السستان سيد السستان مثل حيدر من شهر فقارة، مثل حيدر من شهر قامت القاسم تحشم بالزلم، قامت القاسم تحشم بالرجال، طلعت عمامه وشبابه ويا العقال، سويه ايه اسسوا فوج ضرب به المثال، اسسوا فوج ضرب به المثال، اسمه فوج القاسم وشنغاره، اسمه فوج القاسم وشن اي صالت الصالات من جرف الصخر، صالت الصالات من جرف الصخر، ووصل للعوجة وتكريت وعبر، ووصل للعوجة وتكريت وعبر، تشهد الموصل من طبل الحضر، تشهد الموصل من طبل الحضر، ظل جبل مكحول يروى اسراره، ظل جبل مكحول يا هلالا غائبا عن كل عين، يا هلالا غائبا عن كل عين، انهضوا انهضوا خلي الرواية من الشارة، وصلوا بالجبتين من فوق الجارة، صيح ظل عم الزهر اشكس، صيح ظل صيح ظل عمي من غصب حقها وزاد احزان، يا هلالا غائبا عن، يا هلالا غائبا، قم ونادي يا لثارات الحسين، قم ونادي يا لثارات الحسين، قم ونادي يا لثارات الحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. شافي وعافي كل مريض يا الله، بالخصوص من أوصانا بالدعاء، اللهم شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، بمريض كربلاء زين العابدين، اقضي حوائج المحتاجين، بباب الحوائج موسى بن جعفر وأبي الفضل العباسي يا الله. من كان فينا طالبا لذرية، اللهم ارزقه بالذرية الصالحة، بذرية نبيك محمد صلى الله عليه وآله، المؤسسون القائمون على هذا العزاء، أخواننا أهالي مدينة القاسم جميعا، أهالي مدينة الكاظمية الأعزاء، نسألنا الله أن يحفظكم ويوفقكم العتبة الكاظمية المقدسة بجميع كوادرها، بأمينها، بكل من وجد في هذه العتبة المقدسة، سأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم إن شاء الله، ونحن وأنتم على الموعد في كل عام إن شاء الله في هذا العزاء المبارك، إلى أرواح أمواتكم جميعا، أرواح ماشيعة أمير المؤمنين السادة العلماء الشهداء، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة معطلة، بالصلاة على محمد وآل محمد.